اهلا بكم من جديد مشاهدينا في كل مكان، رجعنا نتواصل معاكم والمره دي الموضوع مختلف تماما. هسه حاليا واحنا شغالين في الحلقه في عدد كبير جدا من الاشخاص خصوصا اللي موجودين خارج السودان بتابعونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر البث المباشر، بنحييهم من هنا، لكن موضوعنا عنده علاقه كبيره جدا بمواقع التواصل الاجتماعي لاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي. بس سعيد جدا يكون معي داخل الاستوديو دكتوره لينا القرشي اختصاصي اجتماعي، اهلا بك وكل سنه وانت طيبه. اهلا بك وكل سنه طيب، وكل المشاهدين والمستمعين عبر كل وسائل التواصل الاجتماعي زي ما انت قلت، ان شاء الله هم طيبين وبخير وبصحه وسلامه. طيب احنا بدايه خلينا نتكلم عن الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي وعن اسبابه. طيب الاستخدام المفرط ده طبعا بيجي حاجه يعني مجبرين عليها. اول حاجه بقت العالم كله بقى رقمي كويس، ومع قفرة الكورونا بقت حتى المدارس رقميه. نعم. وفي كثير مثلا من الوظائف تحولت رقميه، في كثير من الشركات حولت رقميا، فبقي احنا مجبرين على الاستخدام الرقمي والاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي. لكن بعد ذاك هل نحن واعين الوعي الكفايه ومدركين تماما نحن بنعمل في شنو؟ ولا سايقانا زي ما بقولوا كده الشغل سواقه؟ يعني لقينا نفسنا مثلا احنا 24 ساعه في الفيس و24 ساعه في الواتس وانستغرام، وكمان الحاجات الثانيه مثلا عندك في الفيس بتكون طوال تسهل لك مسجات الماسنجر. ففي حاجات كده كثيره بس ما عندها ضوابط نحن نلقى رقبتنا ماشيين عليها. والحاجة الثانية اللي هو الإدمان ذاته بتاع مواقع التواصل الاجتماعي مربوط بالتحفيز. يعني انت مثلا بتكون شغال فجأة بقوم يجيك إشعار في الواتس انه جاتك رسالة، هناك بتمشي سريع تشوف الواتس فيه شنو، نفس الحكاية بعد شوية جاتك في الماسنجر رسالة عايز تمشي سريع تشوف الماسنجر فيه شنو، بعد شوية نزول نزل له بوست في الفيس عايز تمشي. يعني حتى الناس بقى ايقاع التعامل مع الوسائل الرقميه سريع جدا، وده في الاخر عنده تاثير طبعا سلبي كبير على حياتك انت الشخصيه، لانه ما بتكون قادر تظبط الحاجه دي، فبتلقى نفسك بتنطط اللي هو بتبقى زي العقليه بتاعت احنا بنسميها العقليه بتاعت القرد، اللي هو بتنطط من هنا لهنا من هنا لهنا، فبتكون عندك تشتت عالي جدا. طيب الشخصيه نفسها اللي انت ذكرتيها هذه، هل يعني ممكن تكون هي سبب في انه الشخص يكون متواجد دائما في مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني مثلا انسان حاسس بالوحده، حاسس نفسه انه داري يعرف ناس من بعيد يكون ما بيعرفهم، وغيرها من الاسباب. طيب دي برضو ممكن يكون عندها سبب. غير كده انا اصلا بكون متواجد في مواقع التواصل ليه؟ يعني هل انا عايز اصحاب غير مرئيين اتواصل معهم؟ اذا انا مثلا شخصيه انعزاليه او شخصيه منغلقه او شخصيه حساسه جدا ما دايرة تصدم مع الناس، فبقوم بفتش على ناس أنا ما شايفهم عشان أتواصل معهم، ولا مثلا أنا دايرة أشوف نفسي في نظر الناس زي ما حاسة. مثلا بقت أغلب الشخصيات بترفع مثلا صور بوستات في الفيس وغيره أو في الواتساب، فالناس بقت مثلا تتابعها، هل لأنه أنا مو لعب الشخصية دي وعايزة أبقى زيها، ولا أنا مثلا بفتش عن الكمال، ولا أنا دايرة أرفع صور عشان أشوف تعليقات الناس علي شنو، ولا ليه أصلاً أنا بكون متواجد ليه في مواقع التواصل الاجتماعي بالصورة الكبيرة دي؟ ولا أنا عندي وقت فراغ كبير جداً ما عارف أملاه وبرضه نفس القصة عايز أملاه بمواقع التواصل الاجتماعي؟ ولا أنا عندي غرض تاني من متابعة الناس ديل؟ زي ما حس بيحصل الهاكر وبيحصل التنمر الإلكتروني، السبب شنو أصلاً اللي بيخليك أنت متواجد في مواقع التواصل الاجتماعي بالصورة الفظيعة دي؟ إذا قمنا جينا نتكلم عن الشخصيات ممكن يكون عندها أثر كبير جدا جدا. يعني مثلا أنا ممكن أكون شخصية انعزالية، شخصية منغلقة، شخصية عاطفية جدا، مثلا اتصدمت من الناس في كثير من المواقف فحبيت إنه يا أخي أنا والله أتواصل مع ناس تانية، لكن هل الحاجة دي بتنفعك ولا بتضرك؟ عشان كده أنا قبل قلت لك هل أنا واعي باستخدامي للوسائل دي ولا انا ما واعي بها؟ فاذا انا ما بقيت واعي وبقيت افتش في ناس ثانيين انا اتواصل معاهم بعيدين ما في زول شايفهم، اقول لهم الكلام اللي انا عايز اقوله، القى منهم ردود يعني تشفي لي شويه مثلا من جروحي اللي عندي اذا انا كنت شخصيه حساسه جدا جدا. لكن للاسف الشديد واحده من الامراض اللي بقت تسببها ادمان التواصل وسائل التواصل الاجتماعي هي الاكتئاب والعزله.
فاذا انا مثلا اكتئاب حيجيني في انا عمري 40 سنه، اذا انا مثلا شخصيه حساسه جدا وممكن اكون هش نفسيا او مناعتي النفسيه ضعيفه، فبدل ما يجيني في ال 40 سنه حيجيني في ال 20 سنه. ليه؟ فالان بيعزز ليك موضوع العزله ده. زي ما كنت بقول لك حسي قبل ما اخش على الهواء، انه انا دائما لما تكون في حلقه في التلفزيون او في الاذاعه او غيره، فبنزل بوست كده في الفيس او في اي موقع من المواقع اللي انا فيها، بكون معاه بوستر مكتوب عليه الحلقه عن شنو. ففي واحد علق لي قال لي وسائل الانفصال الاجتماعي، وفعلا الان مواقع التواصل الاجتماعي عززت موضوع الانفصال. يعني احنا ممكن نكون قاعدين في بيت واحد ما جايبين خبر بعض، كل واحد فينا ماسك تلفونه، اذا جيت شفت حياتك اليوميه في البيت بتصحوا من الصباح بتلقى الام ماسكه التلفون، الابو ماسك التلفون، الاولاد ماسكين التلفون. لو انا داير اضرب لولدي عشان ارسله زمان مثلا اجيب العيش ولا غيره، والان برسل رساله، فحتى بقى ما في تواصل كلامي، ما في لغه، الناس قاعدين 24 ساعه برسلوا في رسائل. للاسف الشديد حتى الازواج بيجت في البيوت لو عايزين يتبادلوا اللقاءات بتاعه حب بقت عباره عن رساله، فهل الرساله دي بتوصل مشاعرك؟ ما بتوصل مشاعرك، فبالتالي انت حتصلوا برضه لعزله. وكثير من البيوت اللي اتفرتقت بسبب انه الزوج او الزوجه مدمنين على مواقع التواصل الاجتماعي. عشان كده بقول لك وسائل التواصل الاجتماعي دي قربت البعيد وبعدت القريب، خلت في مساحات واسعه بين الناس. يعني كثير من الاصدقاء بيكونوا دارين يتلاقوا جلسه صفا، كوبايه قهوه وغيرها من اللقاءات، خصوصا في ايام العيد، يعني بتلقي ماسك تلفون وما شغال بالحاجه اللي حوله. ايوه، يلا معناها شو؟ طيب اللمه دي احنا متلمين عشان نتفاكر وعشان نتكلم مع بعض وعشان نعرف احوال بعض، لكن للاسف يعني انا قاعد اقول لهم هم قاعدين مع بعض في قاعده الجبنه، ضيعوا قروشهم في الجبنه وضيعوا قروشهم في كوبايه الشاي والشيريا اللي بيشربوها دي وما عملوا شيء. يعني ما انت نفسك حتقولوا لهم بالواتس او بالهناي بالفيس يا هو اللي انت حاسس ماسكه في تلفونك. نعم. فما عندها يعني للاسف. انا قبل قلت لك الوعي مهم، ان احنا نوعى، احنا محتاجين لمواقع التواصل في شنو، هذه المشكله الاساسيه عندنا. طيب في حاجه ثانيه دكتوره خلينا نتكلم عنها، اللي هي في كثير من الاحيان بتلقي الشخص اللي بينشر في مواقع التواصل الاجتماعي بينشر حاجات بعيده عن واقعه، يعني الحاجه هو ممكن عايشها حقيقه، بيحاول انه يعني يروج لنفسه ويحكي الصوره عن نفسه غير الصوره الحقيقيه اللي هي موجوده عنده، فده ممكن يكون سببه شو؟ ده سبب اول حاجه هو ما واثق في نفسه، دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه داير يشوف الحاجه اللي هو بينشرها دي اثر على الناس شنو، فده اول ما ينشر الحاجه اللي ما حقيقيه عن نفسه ونشرها، فطوالي اول ما يجي لايك تلقى طوالي بيفتح الفيس عشان ينتظر اللايك والتعليق. طبعا منتظر اللايكات، منتظر التعليقات، فده بالذات اذا جاه اي تعليق سلبي بيجي عليه بالسالب. ما هو ناشر الحاجة دي عشان تظهر حقيقة ما حقته وصور ما حقته، تلقى مثلا شايل البدلة من حتة والقميص من جوا من حتة والبنطلون من حتة والجزمة من حتة، ده كله عشان يظهر بكاركتر ما حقه. فطيب انت داير شنو؟ انت داير تشوف الناس حتقول عنك شنو؟ لو جاء اي حاجة سلبية زي ما قلت لك حتدمر كل الحاجة اللي هو بناها. ما انت بتفترض وبتبني واقع غير حقيقي داير الناس تدق عليه ردود افعال وبرضه غير حقيقيه، ففي الاخر انت مريض. احنا بنعتبر انه ده مريض نفسيا، نمره واحد. نمره اثنين ممكن يكون من الشخصيات اللي بتبحث عن الكمال، اللي هو داير اي حاجه مظبوطه وداير اي تعليق يجيه اي لايك يجيه، وتتفتش حتى عدد اللايكات كم واللايك ذاته العمل له منه، فده تعبان شديد. ده في جانب ثاني، يمكن نفس الشخصيات ديل النوع اللي بيحاول انه يشارك تفاصيل يومه كلها مع اصدقائه في السوشيال ميديا، يعني طالع من البيت بتصور، ركب العربيه بتصور، لقى اي حاجه في الشارع بيصورها، اكل بيصور اكله. صح. عشان يوثقه ويرسله في السوشيال ميديا. طيب اول حاجه طبعا السوشيال ميديا منعت الخصوصيه في الحياه، عشان نكون واقعيين ومنطقيين، منعتها تماما. الحاجه الثانيه انت بتشارك تفاصيل يومك ليه؟ ما انت في ناس تانين يعني جزء من تفاصيل يومك لو كانت عشرها هم ما لاقينها، فبالتالي انت بتعرض نفسك للحسد وللغيره وللضغينه ولكميه من الحاجات اللي احنا ما منتبهين ليها. لما انا اجي اشاركك تفاصيل يومي كله انا عملت فيه وكم من الحاجات، وفجاه يجي زول يقول لك يا اخي انا والله ليه لا يا اخي حصلت لي حاجه غريبه، ما حصلت لك ليه؟
انت عارفه زول اللي بيعيلك في السوشيال ميديا ده نفسه تجاهك هي شنو؟ ولا هل هو كان مثلا تجاهك انت شخصيه متسامحه ولا داير لك تقع في اي لحظه؟ فما مفترض احنا نعمل الحاجه دي، مفترض نكون حريصين جدا في انه انا بنشر شنو. غير كده الان بقت في عدم خصوصيه حتى في صورك اللي انت بتستخدمها، وللاسف بناتنا ذاتهم يعني بيجوا احنا مجتمع يعتبر محافظ. نعم. لما دخلت علينا وسائل التواصل الاجتماعي والاستخدام بتاع المفرد بالصوره الغريبه دي، فبرضه البنات بيجوا يشاركوا تفاصيل يومهم، يشاركوا تفاصيل حياتهم كلها بحاجات ما ممكن تكون لايقه بك انت كبنت تطلعيها. فما مظبوط الحاجه دي خالص زي ما قلت لك، غير انها هي بتعرضك لكثير من الضغينه، الحسد، الغيره، غير انه هناك انا مثلا كشخص بعين في وسائل التواصل الاجتماعي انا عايش شنو؟ فلما اجي القى لي زول تفاصيله زي دي وانا ما الاقي التكتح زي ما بقوله، حيحصل شنو؟ حمرض انا وحجيني نفسيات وليه فلان عنده وانا ما عندي، ونخش لنا في تفاصيل ثانيه نحن في غنى عنها تماما. خلينا نمشي لحاجة دقيقة جدا ومهمة جدا اللي هي الأسرة والأطفال في الأسرة بالتحديد، ما زالت التربية والإرشاد والتنشئة بالنسبة للأطفال في ظل الآباء والأمهات اللي موجودين دائما في مواقع التواصل الاجتماعي تكلمنا عنهم قبل. أيوة. فالمسألة دي ممكن تأثر على تربية الأبناء وتنشئتهم؟ طبعا ممكن تأثر. أول حاجة بيتفقد الحوار في البيت، دي حاجة أساسية. الحاجة الثانية للأسف برضو يعني زمان إحنا كان عندنا واحدة من الأساليب تحت التربية السالبة هو الإهمال. الإهمال ده اللي هو شنو؟ اللي هو أنت مثلا ولدك عمل لك مشكلة في الشارع، أنت ما بتمشي مثلا تطيب خاطر الأسرة الثانية أو تتكلم معه، ولدك عنده أي سلوكيات بطالة ما بتقومه، في المدرسة عنده تسرب دراسي أو إهمال في حصصه وما بتراجع معاه وما عندك شغل في المدرسة، يرسلوا لك 100 مرسال ما بتمشي، ده إحنا كنا بنسميه الإهمال. أنت بتكون قاعد في البيت لكن ما شغال بولدك. الآن بقت التلفونات ومواقع التواصل الاجتماعي وإدمان بالنسبة للأمهات والآباء هو إهمال. ما بكون شغالة حتى بتفاصيل البيت، ما بكون شغالة بولدي أكل ما أكل، شرب ما شرب، لبس ما لبس، جاء من المدرسة. ممكن الأم تكون مساهرة في الفيس وفي الواتس ومدمنة وإدمان فظيع جدا جدا، تيجي الصباح تفوت الترحيل بتاع المدرسة، يجي بعدك يودوا الولد متأخر يدقوا في المدرسة. يعني قصص إحنا قاعدين نعيشها مع الأمهات والآباء اللي بيجوا أصلا مهملين أولادهم بمواقع التواصل الاجتماعي. غير إنه الموقع اللي أنت قاعدة فاتحاه ده بيفيدك ولا ما بيفيدك؟ يعني مبارين لي مواقع ذاتها ما عندها معنى. وده كله بيجي من وين؟ بيجي لانه انت اصلا ذاتك تفاصيل يومك هي عباره عن شنو، وحياتك اللي انت عايزه تديها لاولادك انت ما عارفه. لو كنت عارفه اولادك دي انت عايزه تغرسي فيهم 1 2 3 ما حد عيني للتليفون ده باي صوره كانت. غير كده انت مباريه يا تو مواقع ذاتك، يعني هل هي مواقع انت بتستفيدي منها؟ مواقع عندها علاقه بالتربيه، عندها علاقه بقرايه اولادك، مثلا اولادك ممتحنين في سادس في ثامن خش مواقع زي دي، ولا خاش المواقع الثانية ما عندها معنى بس الواحد ما داير يسمي ليه؟ لأنه يعني حتى لغة الحوار بتاعت الأمهات مع بعض في قعداتهم اللي بيقعدوها سواء كانت جبنات أو أي قعدة بيقعدوها فارغة، كله من وين؟ ما كله من التلفون اللي هم ماسكينه ده. نجي تاني للغة الحوار المفقودة ما بين الآباء والأمهات، دايرة تشكيلية والولد حسي بيقعد في شكية بين الأم والأبو ما في، بتكتبي له بوصة طويل عريض في التلفون وانتهى البيان، قراه وما قراه في الاخر انت بتحسي انك انت اديتي الواجب اللي عليك اللي عايز تقولي له تجاه ولده. لكن برضه وين الحوار؟ بيكونوا الاثنين قاعدين في البيت كل واحد ماسك تلفونه. يعني ما ممكن، يعني مواقع التواصل الاجتماعي دي لهت الاباء ولهت الامهات من حاجات كثيره جدا، بيقوا حتى حياتهم ما قادرين يستمتعوا بها، اولادهم ما قادرين يستمتعوا بهم، ما قادرين يعرفوا. يعني ليلة مثلا يجي الولد من برا يقول لك والله يا اخي ولدك ده في البر عامل لك 100 مشكله، انت ما جايبه خبره. ممكن نقول ده نوع جديد لتفكك الاسره بطريقه مختلفه؟ في كثير من الاسر اللي تفككت. ليه؟ لانه اختلاف حتى القيم. يعني اذا انا مثلا عندي قيمه التربيه عاليه، انا كأم اجي القى الاب 24 ساعه ماسك التلفون وما عنده شغله بتربيه اولاده وما عنده شغله بالقيم اللي احنا عايزين نزرعها في اولادنا، في الاخر حيحصل شنو؟ كل يوم حنبقى في مشاكل. نعم. وهو ما حيكون جايب لك خبر، لانه الليله انتوا لو قاعدين مع بعض في بيت واحد جال الابو ماسك التليفون بتمسكي
تتكلم معاه بيكون هو ماسك التليفون ما شغال بيك. ففي الاخر حتحسي انه هو برضه ده نوع من انواع الاهمال من الاب تجاهك انت كأم. وتبقى بعد ذاك المشاكل وكوارث في كوارث، وانت ما شغال بي وانت ما بتسمع كلامي وانت ما تسمع تشوف اولادك، وفي الاخر يحصل تفكك ويحصل طلاق ونبقى في مشكله ثانيه اكبر من المشكله الاساسيه اللي كانت موجوده عندنا. نعم. طيب دكتوره، تفتكري انه مواقع التواصل الاجتماعي سلبتنا كثير من عاداتنا وتقاليدنا السودانيه، زي اللمه في صينه الغداء بتلقي الناس قاعده وكل زول ماسك تليفون وبياكل، ولا زول بيشيل صحن ولا سندوتش يمشي يقعد بعيد في ركن. ايوه. بياكل ويتابع السوشيال ميديا، وخصوصا في الاعياد اللي اللمه فيها كانت عندها رونقها الخاص وجمالها الخاص في البيوتات السودانيه كلها الكبيره والصغيره. تفتكر المساله دي سلبتنا لمتنا وفرحتنا، بالرغم من انه في كثير من الاسر محافظه على مساله اللمه وصينه الغداء والقعده مع بعض؟ ايوه كثير، ما هو بس المحتاجين احنا نعمل عليه ضوابط ونتكلم فيها، لكن هي مش سلبتنا بس حتى قعدتنا ولا غيره. يعني حتى زمان الناس لما تجي في المناسبات عايزين يعملوا مناسبه زواج، بيكون في يوم معروف انه هو يوم كتابه الكروت، ده بيعملوا فيه لقيمات وشاي بلبن ورز بلبن وحاجه ظريفه كده عشان يجوا الرجال يكتبوا الاسره كلها والمعازيم والجيران وغيره وغيره ويكتبوا الكروت. الان بقى ما في كلام زي ده، سوشيال ميديا بس تعمل لك دعوه الكترونيه وتشوتها للناس كلها، فبقى الاحساس بتاع انه يا اخي انا والله حتى انا مقيمك بانه انا ارسلت لك كارت بتاع دعوه عشان يصلك في البيت بقت ما في. والغريبه بقت عادي، يعني الناس بتتقبل الموضوع انه الدعوه جات في رساله في صوره. ده التحول، ده التحول الرقمي، لكن هل نحن واعيين له؟ ما انا قلت لك هل نحن واعيين له ولا لا؟ يعني حتى الرسائل الالكترونيه دي اذا هي ترسلت وكان معاها تليفون الرسالة بيكون افضل وبيكون اثر اقوى، لكن انا ارسل رساله الكترونيه ويكون الطرف الثاني منه ال 24 ساعه ماسك التليفون، هي بعدين يلومك يقول لك انت ما عزمتني وما رسلت لي، يقول لك ليه انا رسلت لك. فدي برضو عملت لنا فصلة، غير انه بقى العيديه ذاتها حقت العيد ما زي زمان. العيديه بنكك ولا شنو؟ ما زي زمان، يعني زمان البيوت كلها تمشي وتتلمى، حس يقول لك انا والله خير رسلت لهم كل عام وانتم بخير والاسره الكريمه وغيره، خلاص انتهينا على كده. فبقينا شنو؟ بقينا الاجتماعيات الشديده المعروفين بها السودانيين كلها بدات تقل. ما زي زمان، ممكن احنا مثلا الحاجه دي في الاغاليم لسه ما زالت الدنيا بخيرها، لكن في اكثر من منطقه في الخرطوم الان بقت ما في، او اكثر من الاسر واللي بيقول لك يا اخي والله احنا اولادنا مشغولين، واللي بيقول لك والله سافر، واللي بيقول لك غير، فخلاص احنا قلنا نعيد على بعض بالواتسابات ونعيد على بعض بالرسائل. يمكن تسبب مشاكل كثيره منها انه الاطفال الصغار ما يعرفوا اهلهم، يعني الواحد يكون خاله قريب ما عارف انه أيوة. ده خاله ولا عارف اولاد خاله، بيكون في تباعد أيوة. بين الاسر. ايوه ما لانه ما في تواصل، يعني زمان بيكون الزول اللي عنده البوكسي مثلا هو اللي بيسوق الناس كلها، فكانوا بيتعارفوا ويعملوا رحل ويمشوا مثلا البحر ويمشوا جناين ويمشوا، ده كله حس الان بقت ما في. صح هي الضغوط الاقتصاديه حاصله والامور كلها حاصله، لكن في الحتات اللي ممكن تتلمى فيها الناس وتعزز التواصل الاجتماعي، بدل ما زي ما علق الزول وقال لي وسائل الانفصال الاجتماعي، بدل ما ايوه ما تكون هي انفصال، لا احنا نعزز ماله، احنا نعمل جروب والناس كلها تتلمى وغيره، ونجي نقعد لنا في اي حديقه ممكن تكون مجانيه بكبابي شاي بغيره، لكن ما نمشي احنا في التراك بتاع انه والله يا اخي احنا نكون منفصلين ومنعزلين تماما عن الناس بسبب المواقع دي. بعدين من الحاجات اللي احنا مفترض ننتبه لها انه مواقع التواصل الاجتماعي دي ليه بتخليك تدمن؟ لانه هي شغاله بالمحفز، يعني انت قبل انا قلت لك الزول بيكون مستني اللايك ومستني الاشعار بتاع التليفون ومستني اشعار الرساله وكده، فدي بتشتغل على الدوبامين اللي هو احساسك بانه انت يا اخي والله جاتك حاجه حلوه انت مفترض تعين ليها. فالحاجه دي بتخليك بعد شويه انت مدمن لكل مره انه انت داير زول يكون محفزك وزول يكون مثني عليك وزول يكون متابعك طوالي، فده مرض يعني احنا محتاجين نوع عليه شديد. طيب المساله دي هل تتوقع انه ده قدام الناس تتخلى عنها؟ مواقع التواصل الاجتماعي مش تتخلى عنها بالكامل، لكن تقدر تضبطها بطريقه معينه، واذا ما تخلت عنها تاثيرها في المستقبل ممكن يكون شنو؟ طيب هو من المشكله احنا راكبين الموجه، يعني ماشيين مع الشيء الحاصل عموما، ما هي بالعكس هي كله مالك، لو لاحظت انه الحاجات قاعد تزيد، يعني ظهر انستغرام بعد شويه في تليجرام بعد شويه
في كل مرة الوسائل ماشية زايدة ما ماشية ناقصة، وانت تلقى نفسك ماشي تبع الموجة دي. اللي بيفرق في الحتة دي انه انا داير من المواقع شنو، نمرة واحد. نمرة اثنين، انت ذاتك شخصيتك هي عبارة عن شنو؟ هل انت مثلا زول قاعد ساي ما عندك شغلة، ولا عندك مية حاجة بتعمل فيها بس عبارة مواقع التواصل دي عبارة عن رسائل داير اشوفها او ايميلات داير افتحها لشغل وغيره؟ فهنا برضو بتفرق انت بتعايل لها بياتو طريقة. انت مثلا زول داير تملى وقتك ولا انت داير تعمل شنو؟ لكن كونك انك تخيف منها الا انت تكون واعي. والحاجة دي لاحظناها لما حصلت عندنا مشاكل في البلد وجات قفلت الاتصالات وغيره، الناس كانت تعبانة مرهقة جدا من انه ليه التلفونات اتقفلت وليه النت قفل، رغم انه النت ده غالي لكن الناس برضو بتفعله. ليه؟ عشان هي مستنية الـ زي ما قلت لك التحفيز اللي بيجي من الخارج. طيب نحن محتاجين نعمل شنو؟ ومهو احنا بعد شوية حتى المدارس يمكن احنا بس لانه في دول العالم الثالث ما حيكون عندنا الآلية بتاعتنا نحول مدارسنا تحويل رقمي بسرعة كبيرة. حيظل انه الناس تتواصل اجتماعيا وتتواصل على مستوى الأماكن، لكن احنا محتاجين انه نوعي أطفالنا ونوعي نسواننا ورجالنا ذاتهم انه يا اخي مواقع التواصل الاجتماعي هي سلاح ذو حدين. نعم. ممكن يكون فيها الايجابي وممكن يكون فيها السلبي، لكن انا عايش شنو؟ طيب عشان انا اقدر ادير حاجاتي اللي انا بعمل فيها واقدر اطلع من الادمان اللي انا بقيت اصلا مجبر انه انا اكون داخله ده وغصبا عني، محتاج انه اول حاجه اكتشف انا موهبتي شنو؟ العب عليها. يعني المواهب والحاجات دي اذا الناس حولتها لبزنس ممكن تكون مبسوطه جدا في حياتها، لكن احنا حتى مواهبنا بقينا ما قادرين نكتشفها. يعني ليه مثلا اذا انت مثلا عندك امكانيات على مستوى الصوت ممكن تحول الموهبه بتاعتك لانك تعمل لك بودكاستات في التليجرام او في غيره تفيد بها الناس، ومنها تبقى انت بالنسبه لك مكسب ومنها انت اثقلت موهبتك. لكن اذا انا قاعد 24 ساعه في السوشيال ميديا دي حكتشف موهبتي؟ ما حكتشفها. في كمية من الناس مثلا بيحبوا الأشغال اليدوية، ما في مشكلة حول موهبتك دي وأشغالك اليدوية دي لفيديوهات تترفع تنفع بها الناس ومنها تبقى لك أنت مصدر بتاع دخل. طيب الحاجة الثانية المفروض أنا أخصص له وقت، يعني ما من أقوم من الصباح من النوم أنا مفترض أنه أفتح التلفون خالص. وده بيتبني على شنو؟ علي أنا مين بالليل التلفون أصلا أزحه من جنبي. في ناس لحد ما يكون هو بنوم يعني بيدقس كده في السرير هو بيكون شايل التلفون. النوع ده اللي بينوم بالتلفون ويقوم بالتلفون ده، هل المزرعه دي كفيله بانه تخليه يعني شخصيه افتراضيه اكثر منه شخصيه واقعيه؟ غير شخصيه افتراضيه، هل هو واعي بانه الحاجه دي ممرضه؟ يعني هل هو واعي انه مثلا الضوء بتاع التلفون اللي انت بتكون ماسكه لحد ما تنوم بيه وده، هل انت واعي لانه ممكن يسبب مشاكل في النظر وممكن يسبب الصداع النصفي؟ ولا ما واعي بالحته دي؟ والناس اللي بيصحوا من النوم يفتحوا التلفون انت لسه عيونك الضوء ذاته ما دخلها زي الناس، تدخليها ضوء التلفون فدي مشاكله اكثر، مشاكل صحيه ثانيه اكثر. الشخصيه الافتراضيه هي موجوده، ما انت ليه يعني عايز تشوفهم عملوا شنو؟ يعني مثلا علقوا على بوستيك ولا علقوا على، ولا عايز تشوف الاخبار ولا عايز تعمل شنو؟ ما هي كله ملحوق. يعني حسي الناس بقت عشان بتفتح مواقع التواصل الاجتماعي ما في شغل. يعني انا بتذكر كنت بتناقش قبل كده مع دكتور في انه ليه الشغل في السودان يعني ما بيتحرك، ما بيمشي، بتمشي لاي معامله الناس بتكون مستكه. فبقول لي كلهم ماسكين تلفوناتهم ولا بيلعبوا في الفيديو. ايوه العاب الفيديو او الكمبيوترات دي. فالانتاج بتاع الفرد السوداني تلت ساعه في اليوم، انت بتشتغل 8 ساعات ولا 9 ساعات انتاجك فيها تلت ساعه كله بسبب مواقع التواصل الاجتماعي. فبالتالي حتى انت انتاجيتك قاله، ادائك في العمل يعني يكاد يكون مش زيرو، ده اقل من الزيرو ذاته. فمحتاجين احنا بس نظبط ان احنا دارين نعمل شنو. غير كده احنا عندنا في مربع الاولويات دائما احنا كسوداني بسبب استخداماتنا يعني السلبيه سواء كانت مواقع التواصل الاجتماعي حتى في اجتماعياتنا او في غيره، فدائما بيكون قاعدين في مربع الطوارئ. دائما يقول لك يا اخي انا والله بس الحاجه زنقتني حس السعده، انا لازم اعمل الشغل ده حسه. ف
ففي مربع الأولويات ده عندنا مربع اسمه يعني ده ما فيه أي حاجة لا مهم ولا طاري، ده اللي هو شنو؟ اللي هو التلفون، مواقع التواصل الاجتماعي، الرسائل، الغيره، الإيميلات. دي أنا ممكن أجي أفتحها في أي وقت تاني، بس أنا أخصص ليها وقت. يعني أكون خاطي في جدول يومي إنه أنا والله السوشيال ميديا أو مواقع التواصل الاجتماعي ما حافتحها مثلا إلا ساعتين أو ثلاثة ساعات في اليوم. الساعتين أو ثلاثة ساعات في اليوم مقسمة نص ساعة مثلا الصباح، وهي ثلاثة ساعات كثيرة جدا. لكن إحنا بنكون قاعدين في التلفون خمسة ساعات وما جايبين خبر. فانت عندك 24 ساعه بتضيع منها قريب ال 12 ساعه. الناس مرات بتتعمد كمان انه تكسر الزمن بالمزرعه دي، هو منتظر زول، منتظر معامله، منتظر اي حاجه، بحيث انه الزمن مضى سريعا وهو بيتصفح مواقع التواصل. ايوه، ما انا بقول لك هو ما عارف هو بيعمل في شنو. فانت لو عارف نفسك بتعمل في شنو، مستحيل تفتح مواقع التواصل الاجتماعي في غير زمنها محدد ليها، زمن محدد. ممكن هاي تكون منتظر لك زول، يا متعه الانتظار اكون شايل لي كتاب، اكون عندي شغل ما تميته، يكون مثلا انا اذا عندي فيديوهات برسل فيها، يكون عندي فيديوهات ما تميت، عندي سيناريو بكتب فيه، متعه الانتظار. لكن احنا لا، بنحب فعلا نكسر الزمن. ليه؟ لانه انا ما بعرف انا بعمل في شنو. يعني تخيل انه انا الليله عندي مثلا 10 من الاصحاب، كل واحد فيهم عارف رقبته بسوي في شنو. هل العشرة ديل لما يقعدوا مع بعض، اذا احنا كنا مثلا تيم بتاع عمل، العشرة ديل لما يقعدوا مع بعض في قاعده بتاع الجبن حيكونوا ماسكين تليفوناتهم؟ ابدا، حيكونوا بناقشوا في خطه عملهم اللي عايزين يعملوها، حيستمتعوا بالعكس مع قاعده الجبنه. لكن لو احنا ما عارفين ده نعمل شنو، العشره اللي بيكونوا قاعدين في الجبنه كل واحد فيهم ماسك صفحه وعايز يوري الثاني، عليك الله شوف ده كاتب شنو، عليك الله شوف ده عامل شنو، عليك الله عن العربيه دي عامله، مالك مال العربيه؟ انت قادر تجيب العربيه؟ تمام. دكتور ربيع، احنا والله بنشكرك جزيل الشكر على الحضور الجميل وعلى النصائح الكافيه وافيه، شكرا لك. الله يخليك، تسلم، وشكرا لك، وان شاء الله فعلا نكون افدنا الناس، لأنه فعلا مواقع التواصل الاجتماعي عامل لنا مشاكل كثيرة. ربنا يعين إن شاء الله. تسلم كثير. مشاهدينا في كل مكان، احنا ما زلنا متواصلين معاكم خلال هذه الفترة المسائية من مساء جديد، وعدد من الفقرات في الانتظار. فاصل ونرجع نواصل.